الفريق العريق، الفريق الذي يمثل تراب مقاطعة سيدي بليوط والمدينة القديمة اللي عزيزة على السدة العالية بالله شفاه الله وجميع ملوك ديال المغرب اللي تحبوا المدينة القديمة. فاحنا نعم سيدي تقصينا من منحة المدينة لأربع سنوات متتالية، والغريب في الأمر أن هذه المنحة الأخيرة ديال 23-24 احنا 170 فريق تيمثلوا عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. تم إقصاء 7 ديال الفرق، منهم الفريق ديالنا اللي هو نادي شبان المدينة القديمة لكرة القدم. السؤال ما عرفناش علاش، تقصينا منذ 4 سنوات، وكيف ما قلت لك الغريب في الامر هو هذه المنحه الاخيره تقصوا 7 ديال الفرق، منهم النادي ديالنا اللي تنمثلو انا كرئيس ديال النادي منذ اكثر من 20 سنه. منين كانوا المجالس السابقه كنا تنستافدوا من المنحه، في الاربع سنوات الاخيره لم نستفيد من المنحه. من هذا المنبر تنوجه الرساله للسيده العمده، لان اللي تيتقال عليها انها سيده فاضله وانها تتعطي الحق لجميع الناس اللي عنده شي حاجه تياخذها، وفرحنا بالمجيء ديال السيد الوالي السي مهديه، فرحنا لانه رجل طيب ورجل رياضي رجل يتفهم. ومن هذا المنبر هاد جوج الناس تناديهم وتنتوسل لهم وتنقول لهم اغيتونا، لاننا تنمثلوا واحد الفريق اللي هو عريق وفي واحد المنطقه اللي هي عزيزه على المغاربه كاملين. كاين الملاهي، كاين المخدرات، كاين بزاف د الحوايج. حنا بصدد باش نحاولوا نبعدوا الوليدات على هذا الشيء، وهذاك الشيء علاش نقول للناس المسؤوله اغيتونا الله يجازيكم بخير. راه حنا جينا في منطقه اللي منطقه حضاريه، راه الحضاره هي المدينه القديمه. وانت تتشوف سباته تبارك الله، تتشوف سيدي مومن تبارك الله، تتشوف عين الشق تبارك الله، تتشوف الغلام تبارك الله، تتشوف الحي الحسني تبارك الله، وتتجي حتى للمدينه القديمه اللي هي الحضاره لا سيفيليزاسيون، وما تتلقى عندنا والو. ما عندنا لا ملعب للتدارب، ما عندنا لا ملعب لاستقبال المقابلات. فحنا تنستغتو بالسيد رئيس مقاطعه انفا السي الشباك، من هذا المنبر تنوجه ليه الشكر اللي تيساعدنا وتعطينا رخصه على الملعب ديال انفا، مع العلم ان المقاطعه ديال سيدي بليوط لا تتوفر على ملعب لا لاستقبال مقابلات المبرمجه من طرف العصبه، لا للتدريب، لا 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 لا. فعلامه استفهام كبيره وواضحه.